اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله. Tjena, tjena, hur är läget? Jo då, för fan, det är bra, det är bra. Vad gör du? Nu kör du en khamr. كيف يشغل الهبيين لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تجرتين تفاح وباسل أشهر عصفور، تجرة صنوبر مرحبا يا شجرة. كيفك؟ كيفك يا حبي؟ شو هاد؟ شو هالقوام الحلو هاد؟ شو هاد؟ شو هاد؟ ما خليت لحدا شي. شلونك؟ كيفك؟ اسمعوا اسمعوا. مميز. سكافيلا تراب يرتاح كومبوست. وين طلع لقيته؟ لك هون فتح هيك هون شايف الكومبوست هنيك الزاويه. اها ابو باسل بده يسالنا عن عادشاته. هاي للناس مشان تتسلى عاملين لها هيك، كل واحد بيزرع له شغله. ليكم احلاها. بفكر عادوا عنده ارض مزرعة. بعد الافطار بشوي، قبل الافطار بشوي. الساعة صارت هلا 9 وشوي، باقي لي الساعة 10 و5 ليأذن. جينا هون نص إلنا عنا عاد. هون زرع انضش البطاطا. ايه ما شغلتها؟ عم يصحي. ما بتسقي اكثر من هذا. مثل ما قلت لك. ايه الحمد لله. الحمد لله على كل حال. شو؟ شو حجي؟ اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا بيك. شو نصيحتك للي بيزرعوا النعناع؟ يسمدون. يسمدون ها؟ والسقاية. السقاية مهمة جدا. لو عم تنزل مطر صوب. شوفوا شو في هون. سجل الدرائن باللطوي هون. الدرائن ما بيطلع بالعادة بس والله حاملة. وهي شجرة عنب.
شلون؟ بدها سقاية ها؟ نسقيها هلا الله بيسقيها سبحانه وتعالى.